مرحبا معكم يورغو. هذا كتاب رقم 24 بقدم تلخيصه على قناتي على اليوتيوب. هذا الكتاب اسمه The Strange Death of Europe Immigration, Identity, Islam. اسمه قوي، وهذا الشيء اللي جذبني انه اقري لهذا الكتاب وقدم لكم تلخيصه. دايما بدور على كتب عندها صدى او كتاب رأي مسموع بالوسط الثقافي. وتكون عم بقرأ اي كتاب بيطرح موضوع سياسي او بيطرح موضوع اجتماعي، بتحرر من كل افكاري ومعتقداتي وبركز على الكاتب شو بدي يوصل لي من افكار. وهيك عملت انا عم بقرأ هيدا الكتاب بالتحديد، لانه بيطرح موضوع كتير حساس اللي هو الهجرة او الهجرة المنظمة والغير منظمة اللي اجتاحت اوروبا لكتير اسباب. بس هون مش موضوعنا نحكي عن الاسباب اللي ادت هيدا الهجرة، بس عم نحكي عن الظروف وعن المجتمع الأوروبي أو الوسط الثقافي بأوروبا كيف بيفكر وكيف حلله الصحافي دوكليس موراي بكتابه. وللعالم هذا تاني كتاب بقرأ له إياه. أول كتاب قريته اسمه The Madness of the Crowd. كتير حبيت الأسلوب، كتير حبيت الطرح. وهلأ قريت كتابه التاني، هو The Strange Death of Europe Immigration, Identity and Islam. الكاتب عم يوصلنا رأيه كإنسان أوروبي وكصحافي سافر على حدود كل منطقة أو كل بلد أو جزيرة صار فيها نزوح، وقال شو شاف وتأثيره على البلد، وهيدا دوره كمثقف وكصحافي إنه يشوف شو مخباله أو شو بيقدر يحلل أو شو ممكن يصير بعد 5 أو 10 سنين ببلده أو بالمنطقة الأوروبية. كل ما يفتح موضوع معين الكاتب بيحط لنا تاريخ الحادثة، وهيك بيسهل علينا انه نتحقق من المعلومات ونتأكد من المعلومات. وهيك انا عملت. كل منطقة نذكر فيها انه كان فيها لاجئين فوت شوفها. وصراحة حسيت بداية قدي انا معلوماتي صفر عن وضع المأساوي للاجئين بأوروبا او بغير بلدان. وصار وقت نبلش باهم افكار وردت بهذا الكتاب. بألمانيا سنة 1961 جرى اتفاق بين تركيا وألمانيا، وصار بألمانيا عدد كتير كبير من العمال الأتراك لست حاجة معينة. يعني كانت ألمانيا بحاجة ليد عاملة وقدرت توفرها من تركيا، والاتفاق انه بس يخلص العمل لازم يرجعوا على بلادهم. بس بأوروبا بمجرد ما دخل الفرد جاب عائلته معه واستقر بالبلد وجاب ولاده، ولاده دخلوا على المدارس. وهذا الاتفاق كان بين 1961 و 1973. بعد ما انتهى الاتفاق ضلن بالبلد واستقروا واخدوا اقامات واخدوا جنسيات. سنة 2010 صار في 4 مليون شخص ألماني من أصول تركية. خلال سنة 2000 كانت قوارب محملة بالمهاجرين توصل بانتظام على إيطاليا وعلى اليونان. وبأواخر عهد القذافي قبل ما يموت صار في اتفاق بين ليبيا تيرجعوا الأشخاص لإقامتهم غير شرعية من إيطاليا، بس أكيد الكل بقيوا. ووقت الربيع العربي صار في تدفق كتير كبير، مئات الألاف من الناس كانوا يوصلوا على إيطاليا ليل نهار عبر قوارب من خشب بين أحياء وأموات. وأكيد البحر أخذ حصته وما في أعداد واضحة من إيطاليا لأوروبا. ببداية الحرب بسوريا عطيت الدول الأوروبية الأولوية للطلبات المقدمة من اللاجئين السوريين لأنه حياتهم بخطر. بس للأسف الكل عرف أن الأولوية للسوريين، صاروا يقولوا ويعرفوا عن حالهم أنهم من سوريا وغيروا أعمارهم لأنه كانوا يوصلوا على أوروبا دون هوية أو بطاقات تعرف عنهم. صار في حالة فوضى بالأرقام، حالة فوضى بين اللاجئين، جنسية معينة تتكبر على جنسية تانية. هالقوارب كانت تتحمل من جميع الجنسيات، ليبيريا، بنغلاديش، صوماليا، ميانمار، نيبال، كونغو، أفغانستان، عراق، باكستان، موروكو، سودان وإريتريا. قوارب توصل لأوروبا من ليبيا، من مصر، من تونس، من الجزائر ومن تركيا. ذكر الكاتب عن المعاناة اللي كان يعانوها هؤلاء الأشخاص، اللي كان يوصلوا ويناموا على الطرقات بميلان، وكانت في مافيات بإيطاليا كانت تستغلهم. وقصص كتير عن أشخاص اللي عم بيرتبوا الرحلات، عن الأعمال الغير أخلاقية اللي كانوا عم بيعملوها. وهون الأموال بتتحكم بهيك مواقف، ما في لا أخلاق لا قانون ولا إنسانية. أول فكرة ذكرناها هي معاناة الأشخاص المهاجرين على أوروبا،
تاني فكرة هي حالة الفوضى وعدم السيطرة على الأشخاص اللي عم بيفوتوا على أوروبا لأنه عم بيفوتوا بطريقة غير شرعية دون هويات دون جنسيات وما عم بيقدموا طلبات هجرة. تالت فكرة ذكرها الكاتب اللي هي قال إنه في ثلاث أنواع من العالم عندهم ثلاث أطفال وأكثر، هو الغني جداً الفقير جداً والمهاجرين الجدد. حكي عن بعض من المغالطات، بيقول انه قبل ما نطلب اشخاص انه تدخل على بلادنا لازم نتحقق انه ليش الاشخاص الموجودين او المواطنين الاصليين ما عم بيجيبوا اكتر من ولد واحد، لانه مثل ما معروف انه باوروبا الكابل وقت يتجوزوا عم يجيبوا ولد واحد لانه مش قادرين يأمنوا له حياة كريمة او مش قادرين يأمنوا حياة كريمة لأكتر من طفل واحد بسبب غلاء المعيشة. وبنفس الوقت شاف أشخاص مهاجرين مشردين فقيرين جدا جايين معهم أكثر من 5 لـ6 أولاد، وهذا الشيء عمل علامة استفهام، ليش هول الأشخاص عم يجيبوا أكثر من 7 أولاد ومش قادرين أنه يأمنوا لهم حياة كريمة. وبرجع بعيد وبذكر أنه هو عم بيحلل شو ممكن يصير بعد 15 سنين، وهذا الشيء بيؤدي لانخفاض معدل المواليد بألمانيا مقابل مستوى مرتفع للغاية للمهاجرين. وهذا الشيء بيغير طبيعة المجتمع الألماني بشكل أساسي، يعني ارتفاع معدل المواليد بين الأشخاص الأقل تعليما مقابل انخفاض معدل المواليد بين الأشخاص الأكثر تعليما. هو عم بيحلل بعض الأمور اللي تغيرت من بعد وجود المهاجرين ببلاده، قال انه زادت عدد الاغتصابات. هون ما بيكون نكر أبداً أنه كانت موجود الاغتصابات قبل، بس زادت العدد أو زاد العدد من بعد وجود عدد كتير كبير من المهاجرين. وذكر الكاتب عن الحجة اللي دايماً تستعمل لتبرير وجود المهاجرين ببلاده، وقال أنه بكتير من الدول الأوروبية بنسمع الحجة أنه في كتير من الوظائف ما بيكون فيها الشاب الأوروبي. قال لازم نسأل أنفسنا ليش هول الشباب بالتحديد عم بيتعالوا على بعض من الأشغال مثل قطف البطاطا وأعمال المعامل. وقال في كتير والعديد من الشباب بجميع أنحاء أوروبا عاطلون عن العمل، وكتير منهم ما بيمتلكوا المهارات اللازمة للتوظيف الراقي. ليش بدنا نستورد أشخاص للقيام بأعمال بتتطلب مهارات متدنية بينما يوجد بالفعل عدد كتير كبير من العمال ذوي المهارات المنخفضة بأوروبا؟ جرب الكاتب قد ما في يفرجينا هيدي الفجوة الموجودة بين اللي عم بيعيشوا أو اللي عم بيشوفوا السكان بالدول الأوروبية وبين اللي عم بيسمعوا من السياسيين. في كتير من الأمور عم بيعيش السكان ما عم تتفرج بالطريقة المزبوطة وما عم تتخذ بعين الاعتبار وما عم بيقدروا أو ما عم بيجربوا يلاقوا حلول، لأنه في كتير أشخاص من السكان الأصليين عم بيشوفوا قصص ما عم بيقدروا يسكتوا عنها لأنه صار في تغيير كتير كبير بالبيئة اللي هني عم بيعيشوها، وهذا الشيء اللي رح نحكي عنه بالقسم الثاني بهذا الفيديو. ذكر الكاتب فكرة كتير مهمة وقال هل أوروبا لازم تتعاقب على أفعال الماضي؟ هل لأنه في أشخاص بتقول إنه تاريخنا هو تاريخ أشخاص سافروا من بلد لبلد وجربوا يلغوا الثقافة الحاضرة بهذا البلد، هل اللي عم بيصير اليوم هو مردود لأفعالنا السابقة؟ وقال الكاتب الأشخاص اللي عم بيسعوا للمجيء على أوروبا كأعضاء جدد بالأسرة كحلفاء أو كنسحين خايفين على حياتهم رح يتم السماح لهم ببناء منزل جديد، بس الأشخاص اللي جايين لهون تغيروا بلدنا لازم نقومهم. وبيحكي أن الثقافة الأوروبية قدرت تخلق ثقافة وقوانين للمساواة بين الرجل والمرأة، بين المثل الجنسي وغيره، فصل الدين عن الدولة، اتفاقية فتح الحدود بين الدول. وللأسف بسبب الفوضى اللي صارت بعض الدول اضطرت أنه تسكر حدودها بسبب دخول اللاجئين بطريقة غير قانونية للدولة بأعداد كتير كبيرة. وفي فكرة كمان موجودة عن الأشخاص اللي جايين كرمال يغيروا بنية البلد وثقافته وهويته. وقال في مرة وقت كان بأمستردام سمع بمقابلة على الراديو رجل دين عم بيقول من يقاوم الإسلام أو أمر الإسلام أو يعارض الله ورسوله فيجب قتله أو شنكه أو ذبحه أو النفي كما جاء في الشريعة. وهذا الشيء حس أنه في تغيير ببنية أو بثقافة
أو هوية دول أوروبية. وذكر الكاتب أنه في كتير من الأماكن تغيرت بسبب وجود كتير من الأشخاص حاملين هوية واحدة، يعني وتجتمعوا كلهم بمكان واحد تغيرت هوية هذا المكان. وهذا الشيء المجتمع الأوروبي أو بعض شوارع بباريس أو بعض شوارع بألمانيا، سكان الأصليين أصروا أنه ينتقلوا من هذه المناطق لأنه بطلت تشبههم. في نقمة كتير كبيرة أو صرخة كتير كبيرة من الوسط الثقافي بأوروبا، وقالوا ازدياد عدد جرائم الشرف، ازدياد عدد الاغتصابات، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بيع الحجاب بسوق جنب كاتدرائية بفرنسا، وأشخاص معينين عم بيوزعوا رسائل ضد الحكم بالبلد، منع بعض الآباء من الديانة المسلمة من أنه بنتهم تشارك بأكتيفيتيز موجودة بالمدرسة مثل الرقص، المسرح والرياضة. وفي بعض من المدراء اللي اعترضوا على هيدي الأمور أجبروا على الاستقالة من منصبهم. في بعض من الإحصاءات بتقول أنه في ازدياد عدد من الأشخاص اللي عم بتعارض ثقافة احترام المثلي جنسيا، وعم بيقولوا أنه من بعد جهد كتير كبير بمحاولة لتعديل القانون وتغيير وجهة نظر العالم عن المثلية الجنسية، أنه الأشخاص مثلنا مثلهم وما بحق لنا نحكم عليهم، إجا بعض من الأشخاص اللي عم بيرفعوا الصوت لأنه يقولوا أنه المثلي جنسيا أو الأعمال المثلية الجنسية لازم تكون غير قانونية بالبلد. وهذا الشيء حسوا أنه صار في تغير بالبيئة وبالثقافة اللي كانوا عم بيسعوا لها من وقت كتير كبير. هون كان في اعتراف كامل أنه معظم اللاجئين كان عندهم أخلاق بالعمل أكثر من السكان الأصليين، وكانوا مجتهدين بعملهم. ذكر أنه في كتير أشخاص وصلوا للحكم ووصلوا بجهدهم وكانوا أكفأ من سكان البلد، وصاروا أساتذة الجامعات وساهموا بتطوير المجتمع واندمجوا بالمجتمع. بنهاية هذا الفيديو قال ليش اليابان جنبت سياسة الهجرة الجماعية، وليش الكويت والسعودية وقطر والإمارات وكثير من البلدان جنبت ووضعت سياسة صارمة للهجرة وفضلت التبرع بالمال فقط. شكرا للمتابعة.